ما حكم ابتداء القنوت بالحمد لله وهل هذا وارد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لا بأس أن يبتدع القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه، وإن ابتدأه بقولها اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك فحسن، وإن ابتدأه بقولها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فلا بأس، الأمر في هذا واسع، والمهم أن الإنسان يقنط. ولكن هل القنوط سنة كلما أوتر أو أحيانا أو في وقت مخصوص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقنط إلا أحيانا، وأن الأصل عدم القنوط، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووتره في الليل لا يذكرون أنه كان يقنط، وإن كان ورد في ذلك شيء فهو على وجه ضعيف. فالأصل في الوتر عدم القنوط، وإن قنت فلا بأس. واستحب بعض العلماء المداومة عليه في شهر رمضان في التراويح، وقال لأن الناس مجتمعون والدعوة حرية بالإجابة مع الاجتماع عليها.